بيعتبروا الالوان دي من النماذج صعبه الاختيار، صعبه الاختيار داخل التصميمات الداخليه. في عندك كده كميه كبيره جدا من الالوان، وعليك ان انت تختار من النماذج الالوانيه الموجوده او التركيبات الالوانيه او اقسام الالوان اللي موجوده كلها. بيسموها العنصر السهل الممتنع، اختيار اللون سهل ممتنع. يعني ايه سهل ممتنع؟ ان عندك كميه كبيره جدا فعلا من الالوان والاقسام، وعليك ان انت تختار اللي يتناسب مع الذوق ومع الطراز اللي انت شغال بيه، مع نوع النشاط ومع المساحه بتاعت المكان بتاعك ومع شخصيتك انت، تمام؟ فانت هتلاقي اختيار اللون برده داخل في كل حاجه، سواء في نوع الطراز اللي انت شغال بيه، سواء مودرن او كلاسيك ليه الوان وده ليه الوان. برده نوع النشاط، اذا كنت انت بغرفه نوم غرفه اطفال كل درجات من دي بتختلف، او كل الوان لكل نشاط فيهم بتختلف. وفي نفس الوقت برده المساحه، عشان ادي اتساع، عشان ادي تحجيم، او ادي يعني المساحه تبقى اقل حجما بالالوان، برده بتدي انعكاس لكل ده، تمام؟ فانت تلاقي الالوان دي داخله في كل حاجه، سواء في حدود او في اساس او في عناصر تكميليه. طب عندي في سورس بختار منه الالوان، ولا الالوان دي بختارها عشوائي كده؟ لازم يكون في مصدر بختار منه الالوان. المصدر الوحيد لاختيار اللون او الاكثر شيوعا في اختيار اللون دائره الالوان، اللي هي الكالر ويل دي. الكالر ويل هي المصدر الوحيد لاختيار اللون، سواء انت مهندس جرافيك او مهندس تصميم على برامج هندسيه او مهندس ديكور، تمام؟ لازم تكون بتلجا لدائره الالوان، تمام؟ طب ايه قصه دائره الالوان؟ هجيبها على جنب كده شويه، بعدين هكلمك على شويه نقط في البدايه خالص ليها كده. بقول لك في الاول دائره الالوان دي ظهرت، كان في عالم اسمه اسحاق نيوتن. انا هعدي لك كده الحاجات الاكاديميه سريعا. كان في عالم اسمه اسحاق نيوتن كان بيحاول يحلل الضوء الابيض او اللون الابيض، اعتبره اللون الابيض. فظهر له من تحليل الضوء الابيض او اللون الابيض ده كل اطياف الالوان. سموها قوس قزح او قوس الرحمه، تمام؟ قال لك انا هجمع اطياف الالوان دي كلها في باكج كده ونعمله دائره الالوان بتاعتي، تمام؟ فقال لك يهتدي بها الافراد بعد كده في اختيار اللون، تمام؟ فدائره الالوان بتحتوي مين اللي دارسها الاول؟ اللي دارس الدائره. معني، تمام؟ هو عارفين عنها بعض التفاصيل كده، تمام؟ فدائره الالوان بتحتوي على اثنا عشر لون، بتحتوي على 12 لون. هات بقى الدائره دي على جنب كده شويه، هجيب لك كل اقسام الالوان اللي حواليك علشان لما انت تيجي تختار اي لون تبقى عارف ده تبع انهي قسم، ويبقى ايه اللي يظهره، ايه اللي مش عارف ايه، عايزك تعرف اصول اللون وجاي منين ورايح فين. تبقى انت اللي متحكم في الاختيار مش اللون اللي متحكم فيك، تمام؟ ففي البدايه خالص كده قال لك ان في بعض النماذج اللونيه او اسمها اقسام الوان. اقسام الالوان دي مختلفه، عندك حاجه اسمها الالوان الاساسيه او الالوان الرئيسيه، وعندك الالوان الفرعيه او السحويه، والالوان الوسطيه او الثلاثيه او المكمله للدايره، الوان سخنه، الوان بارده، الوان محايده، والوان مركبه وترابيه وباستل، والوان طبيعيه والوان صناعيه. عندك دي كلها اقسام، تسع اقسام من الالوان حواليك كلها. اي لون انت هتقول كذا ده لون كذا هيبقى موجود في الاقسام دي. وانا قصدت ان انا اجيب لك الاقسام دي الاول ونشرحها واحده واحده كده عشان تبقى انت عارف ايه اللي جوه الدايره، ايه اللي بره الدايره، ايه اللي ممكن يكون مختلف شويه، فنجيبهم واحد واحد كده. قال لك لحد رقم خمسه ده اللي هي الوان اساسيه وفرعيه ووسطيه وسخنه وبارده داخل دائره الالوان، تمام؟ نجيب الدايره كده نشرحها واحد واحد بقى. قال لك من الاول كده الدايره بتحتوي على 12 لون، هنجيبهم واحد واحد. قال لك الاول في عندي الوان اساسيه او الوان رئيسيه. مين ايه الالوان الاساسيه او الالوان الرئيسيه؟ احمر واخضر واصفر. اصفر سوري، اخضر ايه؟ ازرق. ازرق بالظبط كده. عندك ثلاث الوان اساسيه بيتمثلوا في الاحمر والاصفر والازرق، تمام؟ فبمعنى ان هم اساسيين ليه؟ يعني ايه اسمهم اساسي؟ الوان اساسيه ليه او رئيسيه ليه؟ لاني ليسوا ناتج دمج اي الوان، فهم اصل كل الالوان وبينشق منها كل الاطياف بعد كده، تمام؟ فهو ما فيش لونين تدمجهم مع بعض يديك الاحمر، ما فيش لونين تدمجهم مع بعض يديك الاصفر، ما فيش لونين تدمجهم مع بعض يديك الازرق. فعشان كده دول اصل الالوان بيطلع منهم كل الاطياف بعد كده، تمام؟ طب لو جينا خدنا مثلا الاحمر والاصفر هيدي لك ايه؟ هيدي لك الاورنج. الاورنج ده هتلاقيه قصاد الازرق في الدايره، وفي نفس الوقت اللي هتلاقيه ده لون فرعي، تمام؟ فانا دمجت اساسي مع اساسي اداني فرعي. طب عندك الاصفر والازرق، اخضر. الاخضر هتلاقيه قصاد الاحمر في الدايره وهتلاقيه برضه ده لون فرعي اللي طلع ده. طب الاحمر والازرق البنفسجي او الموف او الفيوليت او البيربل ده، تمام؟ قصاد الاصفر في الدايره وفي نفس الوقت ده لون فرعي. فانا لما دمجت الالوان الاساسيه مع بعضها طلع لي الالوان الفرعيه، تمام؟ فالالوان الفرعيه معناها ايه او تعريفها ايه؟ ان هي ناتج دمج الالوان الاساسيه مع بعضها، تمام؟ فانا عندي البرتقالي ده والاورنج ده، الاحمر والاصفر ده، الاثنين دول اساسي وده فرعي. فالالوان الفرعيه ناتج دمج الالوان الاساسيه مع بعضها. طب ايه تاني؟ عندك الاخضر ناتج دمج الازرق والاصفر. عندك البنفسجي ناتج دمج الاحمر والازرق، تمام؟ انا كده طلع لي كام لون؟ ثلاثه اساسيين وثلاثه فرعيين، اصفر احمر ازرق، وعندك اورنج واخضر وبنفسجي، ست الوان.
هيطلع لي بعد كده مع دمج الاساسي والفرع ده السته الوسطيه، هيطلع لي سته كمان. فالسته اللي هيظهروا دول اللي هم الالوان الوسطيه او الثلاثيه او المكمله للدايره، هيكملوا لي 12 لون. تمام؟ ايه السيستم بتاعهم او واحده واحده كده نعرفهم؟ هو دلوقتي هيعمل لك بلس في اللون وبلس في الاسم. انا كده هدمج ما بين الاساسي اللي هو الاصفر والاحمر والازرق والاورنج والبنفسجي والاخضر، هيديني سته كمان. هيدي لك مجموعه من الاطياف اللي من داخل الدايره برضه. تمام؟ بمعنى ان هو يعمل لك بلس في الاسم وبلس في اللون. يعني عامل بلس في اللون ان هو اصفر واورنج، اورنج اكسبرت. تمام؟ عندك برضو الاحمر والاورنج او ريد ريد والاورنج، ريد اورنج، ريد والفيوليت، ريد فيوليت. هتلاقي هو بكرر الكلام بس، عندك يلو واورنج، يلو اورنج، عندك يلو جرين، يلو جرين. تمام؟ فهتلاقي انت عندك الاسماء اللي بتطلع دي، دي اسماء ال 12 لون بتوع الدايره، الاصفر والاحمر والازرق والاخضر والاورنج والبنفسجي ومش عارف. بص بالعربيه برضه عامله ازاي؟ انا قلت لك يلو اورنج، يلو اورنج، ريد اورنج، ريد اورنج. باللغه العربيه الاصفر والبرتقالي، البرتقالي المسمر، والاحمر والبرتقالي، البرتقالي المحمر. دي الاسامي بتاعت الدائره، انا بعرفها لك برضه بالعربي لان الدايره بتدرس بالعربيه برضه. تمام؟ فانت كده عندك ال 12 لون بتوع الدايره. هجيب لك الاسامي بالعربي، هجيب لك الاسامي بالانجلش عشان تعرف ان انت في الاول وفي الاخر مش هتعرف تحصر اسماء الالوان. بمعنى ايه؟ ان انت طلع لك 12 لون، هم دول الاسامي بتاعت الدايره فقط. بخلاف ذلك لو فتحت، لو مصطنت، لو جمعت، هيطلع لك اطياف. هيطلع لك انت اطياف زي كده، دي كلها اطياف للالوان. انت تقدر تحصر كل ده؟ تعرف تقول لي ده لون، ده اسمه ايه، وده اسمه ايه، وده اسمه ايه، وده مش هتعرف تحصر. ليه؟ لان في الاخر دي كلها اطياف، واللون الواحد ممكن يطلع منه 200 وحاجه طايفه. فانت عشان تعرف تحفظ بقى كل ده صعب جدا، سواء انجلش او عربي. عشان كده بتحول لكود، تحول لاكواد. تمام؟ اكواد ليه مش هتعرف تحصر كل ده؟ احنا ساعات بنقرب اللون اللي طلع او الدرجه اللي طلعت لحاجه من الطبيعه ونقول لك ده كذا. تمام؟ احمر مثلا قريب من الدم فبلاد، لونه بلاد مثلا. هتلاقي انك بتدور على حاجه الجري مثلا، لو حاجه شبه الشادو او حاجه شبه الفوق الضباب والكلام ده، برضه بنقربه لحاجه من الطبيعه ونسميه بيها. انا جايب لك الاسامي بالعربي والاسامي بالانجلش عشان برضه تعرف ان هو صعب جدا تحفظ الاسامي كلها بتاعت الالوان. عندك ده الموف، احنا بنقول بيربل شغال، موف شغال، فيوليت شغال، انما كل دي اطياف الموف. فتحت بقى وسطنت غمقت، بعد ما جبت الموف رحت ضايف له شويه ازرق، مش ضايف له شويه مش عارف ايه، فدي كلها درجات. طبعا الدرجات دي كلها انت مش هتعرف تحفظها بسهوله، والاسامي دي كلها تبقى برضه صعب ان انت تحفظ اسامي كل لون، فعشان كده قلت لك هيبقى الموضوع صعب قوي. تمام؟ عندك الجراي، احنا بنقول جراي مفيش اي مشكله، عندك الفوج، عندك الكلاود، عندك الشادو، السموك، الايرون، السيلفر، الكوين او الاولاد. هتلاقي انت اسامي ايه قريب من حاجه من الطبيعه او حاجه احنا عارفينها ومشهوره، فبنسمي الدرجه اللي بتطلع منها قريبه من الحاجه دي بيها. تمام؟ تلاقي برضو الجرين، كل ده جرين، ده مش جرين، مش هو جرين، لا كل ده جرين. احنا نقول ساعات الاقوى او التيفاني، الحاجات دي، الاخضر المزرق ومش عارف الكلام ده، عشان موجود برضو الكلام ده كله. تلاقي عندك الاحمر برضو نفس الكلام، مش هتعرف تحصل كل ده. عندك الريد وبرضو حاجه قريبه من البراد في الدم، وحاجه قريبه من التفاح في ابل، الكاندي، او عندك الروز والجام اللبان. انت عندك الوان، اسماء والوان كتيره جدا. تمام؟ البينك، الروز، الفوشيا، بنقول مش بنقول انت لا الكلام ده، بس كل ده فواتح الاحمر. تمام؟ ودرجات من الاحمر مختلفه. فانت مش هتعرف تحصر اسامي الالوان كلها حتى لو جيت تحاول تحفظها بالعربي. بص العربي الالوان عامله ازاي او اسامي الالوان عامله ازاي. فجي قال لك حاجه قريبه من الطبيعه برضه، كركمي، برتقالي، يوسفي، سلموني، مرجاني، قرعي، طماطمي، يقطيني، توني، كرزي، زهري، كركداوي، احمر، زنجفري، توبي، صدمي، مهوني. حاجات برضه ايه صعبه ان انت تحفظ الكلام ده. تيجي تقول لعميل اعمل لك حته زنجفري او اعمل لك حته كركداوي، فلا يقول لك حضرتك بنحضر عفاريت كده، مش بنعمل الوان. فالموضوع صعب ان انت تحفظها بالعربي او بالانجلش حتى. عندك بقيتهم عنابي، ماروني، كستنائي، بني، عسلي، اسمر، نحاسي، ذهبي، ليموني، خردلي، كبريتي. فاسامي صعبه جدا. تلاقي الحاجات دي مش من عند موال او مركز تلوين، دي من عند عطار، صح؟ الحاجات دي عطاره. تمام؟ فبرضه صعب ان انت تحفظ الاسامي بالعربيه. فانا قاصد بس اجيب لك النقط دي عشان اعرفك ان انت صعب تحفظ اطياف الالوان. ما تجيش تقعد انت تقول لي اه ده البيبي بلو، ده مش هو كود حضرتك في الاول وفي الاخر. تمام؟ طيب احنا كده طلعناهم جنب بعض، انا عايز اطلع، عايز اخليك تطلع ال 12 لون بتوع الدايره في الدايره نفسها بقى، عشان الدايره دايما تبقى في دماغك كده او في خيالك وانت بتختار اللون او انت بتختار الدرجات اللي انت عايزها. فهيجيب لك كده الدايره بعد ما تم تكميلها كلها ال 12 لون بتوع الدايره، نطلعهم واحد واحد كده. قال لك اول ما بتبدا الدايره دي بتحط الثلاث الوان الاساسيه في مثلث،
مثلث متساوي الاضلاع بتحط فيه الثلاث الوان الاساسيه الاحمر والاصفر والازرق. تمام، ايا كان وضع الاصفر فين والاحمر فين والازرق فين. تمام، عندك الاصفر والاحمر والازرق 1 1 1 تمام، دي الوان اساسيه. وعندك 2 2 2 الوان فرعيه، وعندك 3 3 3 6 مكملين. تمام، لو جبت بص كده عندك الاصفر والاحمر هيدي لك ايه؟ هيدي لك الاورنج. تمام، الاورنج ده طب انا جبت الاورنج ده من الاحمر والاصفر بنفس نسبه الاحمر هي نفس نسبه الاصفر اديني الاورنج ده. طب لو رحت ضيف شويه اصفر على الاورنج اللي طلع هيبقى اورنج مائل للاصفر شويه، هيبقى اورنج مسفره. ضفت له شويه احمر هيبقى اورنج مائل للاحمر شويه، اورنج محمر. فانا كده الاساسي والاساسي وطلعت الثلاث درجات اللي ما بينهم. عندك برضو الاحمر والازرق هيدي لك البنفسجي نفس نسبه الاحمر هي نفس نسبه الازرق. بعد ما طلع البنفسجي ضفت له شويه احمر هيبقى بنفسجي مائل للاحمر شويه بنفسجي محمر، ولو ضفت له شويه ازرق هيبقى بنفسجي مائل للازرق شويه بنفسجي مزرق. تمام، عندك برضو الازرق والاصفر هيدي لك الاخضر. الاخضر لو ضفت شويه اصفر عليه هيبقى اخضر مائل للاصفر شويه اخضر مسفر اصفر مخضر. برضو الاخضر مائل للازرق شويه لو ضفت له شويه ازرق هيبقى اخضر مزرق او ازرق مخضر. والدرجات برضو موحده. تمام كده ال 12 لون بتوع الدايره، وانا عايزك انت تبقى شايفها كده حافظها في عينيك عشان لما بقول لك مثلا عايز اختار الاصفر والمقابل ليه، طب اختار الاورنج والمقابل ليه، طب اختار الاخضر والازرق والمقابل ليه. فالحاجات دي برضو تبقى مهمه جدا في الاختيار. تمام، طيب بعد ما طلعت المجموعه بتاعت الدايره دي هيجي قال لك احنا الاساسي والفرعي والوسطي، طلعنا ال 12 دول 12. بعد كده قال لك انا عندي السخن وعندي البارد. ايه بقى السخن وايه البارد ده؟ معرفتك بالسخن والبارد من اهم الاختيارات او من اهم النماذج اللي انت لازم تهتدي بيها في اختيار التركيبات اصلا. انت عندك هقعد اكلمك على تركيبات كتيره جدا، فانك عشان تعرف تترجم التركيبات دي لازم تكون عارف السخن والبارد وايه الالوان السخنه وايه الالوان البارده. تمام، المهم هو جاي هنا فصل لك الدايره لنصين، سته باردين وسته سخنين، قسم لك الدايره كده سته الوان سخنه وسته الوان بارده. يعني ايه الاول الوان سخنه ويعني ايه الوان بارده؟ تمام، قال لك الالوان السخنه دي لون النار ضوء الشمس او قوه الشمس وباور الشمس وبرده الدفء والحراره والكلام ده كله، لون الدم والباور والطاقه والنشاط والحيويه وفتح للشهيه ولافت للانتباه ورومانس، كل دي الوان سخنه. تمام، طبعا قايل لك كل الايجابيات بتاعتها، كل واحد فيهم ليه ايجابياته وسلبياته، بس انا قايل لك على كله كده. تمام، عندك ده الايجابي، السلبي بتاعها الغضب والقلق والتوتر والعصبيه والنفذه، دي سلبيات الالوان السخنه، فعشان كده بنبتعد عنها نسبيا في بعض الفراغات. تمام، وهكلمك بالتفصيل على السيكولوجيه بتاعت كل لون فيهم عشان تشوف ده بيشتغل فين ما يشتغلش فين ونسبه توزيعه عامله ازاي. تمام، عندك الالوان البارده عمق البحر الفضاء الخارجي العتمه الدكامه الظل، وفي نفس الوقت برضو الهدوء والراحه والاسترخاء والسكينه، وده الايجابي. السلبيه بتاعتها الصمت عدم الحديث الراحه التامه كده، مفيش عندك باور مفيش عندك حيويه مفيش عندك نشاط بشكل قوي يعني. تمام، فبنرجعها على فكره الفتره دي بشكل كبير وبنديها بعض اللمسات من التاتشات السخنه عشان تدي لك الباور مع الهدوء والراحه والاسترخاء. تمام، معرفتك بايه السخن وايه البارد هيعرفك اصل التركيبات اللونيه. اصل التركيبات اللونيه بتعتمد على السخن والبارد، يا سخن فقط يا بارد فقط، فلازم تكون انت عارف الدرجات اللي انت بتختارها من ضمن الاقسام السخنه ولا من ضمن القسم البارد والكلام ده كله. تمام، لان اصل التركيبات زي ما قلت زي ما قلت لك ان هي بتعتمد على السخن والبارد. وعشان لما اجي اختار لون ما بقاش انا حيران ايه اللي يمشي معاه، ابقى عارف ايه اللي يمشي معاه او ايه الدرجات اللي ممكن تعمل فيها هيرموني، الدرجات اللي ممكن تعمل الكونتراست او الكومبينيشن او الدمج او الكلام ده كله. تمام، فطب ايه السخن بقى؟ ايه الست درجات السخنه؟ قال لك اولهم الاصفر، ده اهدى الالوان السخنه دفئا الاصفر، بعد كده اورنج مسفر. تمام، بعد كده اورنج نفسه، بعد كده اورنج محمر، بعد كده احمر نفسه، بعد كده بنفسجي محمر، اصفر اورنج مسفر اورنج نفسه اورنج محمر احمر نفسه بنفسجي محمر، دول السته السخنين. هتلاقي عندك البنفسجي ثلاث درجات منهم اثنين باردين وواحد سخن. تمام، اثنين باردين وواحد سخن، فالموف المحمر ده تبع السخن، الموف نفسه والموف المزرق تبع البارد. تمام، المهم دول السته السخنين، السته الباردين اول واحد فيهم الاخضر المستر. تمام، ثاني واحد فيهم الاخضر نفسه، ثالث واحد الاخضر المزرق، بعد كده الازرق نفسه، بعد كده البنفسجي المزرق، بعد كده الازرق نفسه، الموف نفسه قصدي، البنفسجي المزرق بعد كده البنفسجي نفسه. فعندك الاخضر المستر او الاصفر المخضر يعني هي تمام، لان نفس نسبه الاضافه هي واحده يعني. تمام، فاخضر مستر او اصفر مخضر، وعندك الاخضر نفسه، وبعد كده الاخضر المزرق او الازرق المخضر، والازرق نفسه بنفسجي مزرق بنفسجي نفسه.
دول السته البرزين. تمام، فاحنا كده طلعنا لحد فين؟ عندك اساسي وفرعي ووسطي وسخن وبارد. جه بعد كده قال لك الوان محايده. ايه الالوان المحايده؟ بعيد لبعيد كده، ايه الالوان المحايده؟ دي لسه تحجيبه منها. طبيعي من الاسود كافيه يعني؟ لا تحجيبه دي كافيه، تحجيبه دي كافيه. انا مش عارفه. اسود؟ اه لا انا تمام. فانت عندك الالوان المحايده ابيض اسود ادمجهم مع بعض يديك ايه؟ رمادي. فانت عندك الثلاث الوان المحايدين ابيض اسود رمادي، دول الوان المحايده. تمام، فابيض اسود رمادي. طب ليه اسمهم محايدين؟ ليه اسمهم محايدين؟ بره هي بره الكالر ويل. ايه تاني برضو؟ عشان بيليق، عشان بره الدايره فعلا بيليق ويتماشى مع اي لون من الدائره. دي اول حاجه، وناتج دمجهم مع بعضهم البعض بيدي نفس النتيجه المحايده ولا يعطي لون. تمام، وناتج دمجهم مع اي لون من دائره الالوان يصبح اللون يا اما فاتح باضافه الابيض، يا اما وسطي باضافه الجراي، يا اما غامق باضافه الاسود. تمام، هجيب لك النقط دي كلها تاني. قال لك تسمى محايده لان ناتج دمجها مع بعضها البعض يعطي نفس النتيجه المحايده ولا يعطي لون. انا عندي اسود وابيض ضفتهم مع بعض ده كرمادي. تمام، ثبتت الاسود ما بقتش اضيف اسود، بقيت اضيف ابيض على رمادي هيديك ابيض. طب بس ثبتت الابيض بقيت اضيف اسود على رمادي هيديك اسود، ففي الاخر هيديك ابيض واسود. وكده كده ده النتيجه الطبيعيه عشان ما فيش الوان. انما لو انت داخل الدايره وتضيف الوان مع بعض هيقعد يديك اطياف والوان وقصص كده. انما التركيبه دي في الاول في الاخر هتقعد تدمج مع بعض، يا تديك جري يا تديك ابيض، في الاخر تديك اسود على حسب النسب اللي انت بتضيفها. تمام، فاول حاجه ان هي الناتج دمجهم مع بعضهم البعض بيدي نفس النتيجه المحايده ولا يعطي لونها. عندك بعد كده ومن خواصها انها تليق وتتماشى مع اي لون من دائره الالوان. معناها كده ان هو مسك لك في الاي تي الابيض والاسود والرمادي، ومسك لك في الاي تي دائره الالوان الكالر ويل كلها، ويقول لك شايف الثلاث الوان دول او الالوان المحايده دي بيمشوا جدا مع الدائره دي. معناها ان دول من بره الدائره، فالالوان المحايده من خارج الدائره. عشان كده اي لون من الدائره بيظهر في وسطهم، يقول لك الابيض ده يمشي مع اي لون، الاسود يمشي مع اي لون، الجري يمشي مع اي لون. طبعا مع اختلاف الدرجات بتاعتهم من الفاتح للوسطي للغامق ده بيأثر برضو في ظهور اللون معاهم. تمام؟ عندك اخر نقطة بقى، وناتج دمجهم مع أي لون من دائرة الألوان يصبح اللون إما فاتح بإضافة الأبيض، إما وسطي بإضافة الرمادي، أو إما داكن أو غامق أو يتقفل بإضافة الأسود. الجزء الأخير ده تعريف الألوان المركبة. تعريف الألوان المركبة هجيبها لك بطريقة بسيطة جدا. أنا كده عامل إيه؟ معايا الدايرة ومعايا الأبيض والأسود والرمادي. جبت مثلا أخضر. الاخضر راح تفتحه شويه بالابيض. اللون اللي طلع ده بخلاف اللون الاصلي بتاع الدايره اللي هو ال 12 لون اللي قلت لك عليهم. ال 12 لون الابيض والاحمر والاصفر والاخضر والازرق، ال 12 لون كلهم الاورنج المحمر والاورنج المسبر والكلام ده كله. دول اصل الالوان، دول اصل المسميات. بخلاف ده بقى اي انا جبت ابيض على الاخضر فاداني اخضر فاتح. الاخضر الفاتح ده مركب. جبت جري على الاخضر باخضر مكتوم شويه. الاخضر المكتوم ده مركب. جبت الاسود على الاخضر بقى اخضر زيتي مثلا اتقفل خالص. تمام، بقى برده مركب. تمام، هبسطها لك خالص اجيبها لك بمثال بسيط وهيوضحها لك خالص. تمام، جيت انت شفت حاجه زي كده مثلا، قصه زي دي. انا واخد هنا الاحمر بصفته من الدايره، واخده باصله من الدايره، ده اللون الاحمر. تمام، ده اصله ان هو احمر. تمام، لسه ما اضافش عليه اي حاجه. تمام، ضفت عليه بقى ابيض رمادي اسود. ابيض بيقول لك درجه اللون هتختلف، هيبقى احمر فاتح. ضفت له رمادي درجه اللون هتختلف يبقى احمر وسطي. ضفت له اسود هيبقى درجه هيبقى ظل لون او اتدكن او اتقفل او اتغمق هيبقى احمر داكن. تمام، الثلاث درجات اللي طلعوا دول الوان مركبه. بص بقى تعريف الالوان المركبه ايه. اضافه اي لون بالالوان المحايده ابيض اسود رمادي، اضافه اي لون بالالوان المحايده ابيض اسود رمادي على اي لون من دائره الالوان، اي لون من دائره الالوان. تمام، هيغير اللون من اصله ويغير من درجته يصبح اللون مركب. ده تعريف الالوان المركبه. تمام، اضافه اي لون بالالوان المحايده ابيض اسود رمادي على اي لون من الدائره من دائره الالوان هغير اللون من اصله كده او من لونه هيختلف فيصبح اللون معاك مركب. تمام، فالالوان المركبه هو تعريفها برده نفس القصه دي، هي ناتج دمج اي لون من الالوان المحايده مع اي لون من دائره الالوان. تمام، هيغيره من صفته او هيخرجه من اصله يصبح اللون مركب. طيب انا جبت لك سيره البني. البني ده من اصل الالوان، يعني من قصدي من الالوان المهمه جدا، البني والبيج والفايت والجرين والهافان والقصص دي كلها. البني بيجي منين؟ ايه؟ البني بجيب البني احمر وسنت ازرق مثلا. آه ماشي انت تمام. في جري وازرق مثلا ولا ايه؟ جري ايه؟ مع ازرق؟ جري وازرق؟ لا لا عارفه اللون
لا لا بعيدة. بص اصل لون البني انا جبتك بس اصل البني ممكن تغلب اكتر من النتيجة. يعني ممكن اصفر واسود يديني بني، ممكن احمر واسود يديني بني، بس بني اللي هو مايل الحمر ده او البني المحمر تمام. ممكن اورنج مع بوم مع اسود، بس انا مش عايز ادخل الوان المحايدة دلوقتي، انا عايز اجيبه من الدايرة نفسها. فالبني اصله لما تجيبه من الدايرة من الثلاث الوان الاساسية دول، ادمج الثلاث الوان الاساسية هيديك البني ده، احمر اصفر ازرق. شفت المثلث اللي عملناه في الاول؟ ادمجهم مع بعض كده في نص المثلث يطلع لك البني، خده خرجه بره، بعدين هات بقيه الاطياف تمام. الثلاثه بنفس النسبه هيديك درجه البني تمام، احمر اصفر ازرق تمام. طيب وبرده عايز اجيب البني بطرق مختلفه. عندك اي لونين متقابلين اساسي وفرعي هيدي لك البني برده. عندك الاورنج قصاده ايه؟ الاورنج في الدايره قصاده الازرق تمام. الاحمر قصاده الاخضر، الاصفر قصاده الموف تمام. اي لونين من دول تدمجهم مع بعض هيديك البني. بص كده الحته دي عندك الاحمر والاصفر بيدي لك ايه؟ احمر واصفر. الاورنج، الاورنج ده، الاورنج ده فرعي صح، وقصاد الازرق في الدايره ضيفه عليها هيديك بني تمام. عندك برضو الاصفر والازرق هيدي لك ايه؟ اخضر. الاخضر قصاد الاحمر في الدايره، ولو ضفتهم على بعض هيديك البني. وعندك برضو الاحمر مع الازرق هيدي لك بنفسجي، البنفسجي قصاد الاصفر في الدايره ضيفه عليها يديك بني تمام. فبرضه دي ايه؟ درجات كده بسيطه من البني لما عايز تجيبه يعني. فهتلاقي الدرجات بس مختلفه، بس هو اصلي اصل الالوان المركبه اللون البني. بص حتى هو جايبها لك الالوان المركبه، اولهم البني، البني ده بدايته كده البني تمام. كل الدرجات اللي انت شايفها دي بقى كلها بخلاف ال 12 لون بتوع الدائره مركبه. يعني الاطياف اللي هي بتطلع طالما ضفت ابيض ضفت اسود ضفت رمادي، اي طيف من الاطياف دي كده كلها شايف الخارجي ده، الخارجي ده كله كده، ده كله مركب، كله ده مركب. بعيدا عن اصل الدايره، بعيدا عن مسميات الدايره الاصليه دي. فكل الاطياف دي بقى كده زي البريك اللي انا فتحتها لك، كل الاطياف اللي هتطلع دي كلها كده بخلاف اصل اللون اللي هو عندك احمر وفي منه فوشيا وفي منه روز وفي منه نبيتي. بخلاف بقى الاحمر كل الاسامي اللي قلتها لك دي كلها مركبه تمام. فاصل الالوان المركبه اللون البني ده في البدايه، انما كل الاطياف بتاعت الالوان بخلاف اصل الدايره كلها مركبه. عندك من ضمن المركبات بص كده تلاقيني جاي كاتب لك جنبها ايه؟ مركبه وترابيه وباستل. ايه ترابيه وباستل دول؟ بص الوان الباستل، باستل انها من الالوان الجيده جدا في الوقت الحالي وشغاله بشكل كبير ومريحه للنفس ومهدئه للاعصاب وشغاله بشكل كبير جدا في الوقت الحالي. اللي هي ايه بقى الالوان المركبه دي؟ بص النماذج اللي هتطلع هتلاقيك انت بتشوف بعض الصور كده تعجبك قوي تقول الله ده والله ده جميل قوي الجو اللي احنا المعمول ده. شايف انت القصه دي كده؟ شايف الجو بتاع دي الالوان الباستل. الوان الباستل اللي هي ميه اللون او فواتح المركبات، فواتح المركبات كلها. فالفواتح دي بتدي طاقه ايجابيه عامه، اي فاتح لاي لون بيدي طاقه ايجابيه. عندك الاحمر الباور والطاقه والنشاط والغضب والقلق والتوتر. طب الروز والبينك والفوشيا، روز، روز الفاتح بتاعه او البينك ده تمام؟ ده لا ده هدوء راحه واسترخاء اللون الروز ده، ويدي رومانس ويدي دفء برضه، ما يدكش بقى الغضب والقلق والتوتر. فكل ما بتفتح في اللون كل ما بيديلك ايجابي ما بيديلكش سلبي. فزي ما انت شايف الدنيا بتاعتهم شيك قوي. طب تعالى انت كده بعينيك حاول تتقل او تاكد الالوان بتاعتهم. اجيب لك صوره اخرى برضو، حاول تاكد الالوان بتاعت دول مثلا نفس السيستم برضو تمام. اكد اللون يعني هاته باصله. عندك ده ايه؟ ده لبني ده صح؟ لبني اصله ايه؟ ازرق. ازرق تمام. وده بينك اصله ايه؟ احمر. احمر. تخيل انت حطيت كنبه حمراء وكنبه زرقاء، هيبدا يبقى ليهم ثقل بصري، هيبدا العين تسقط عليهم بشكل كبير، هيبداوا ياخدوا مساحه من المكان. شايف انت الجو ده عشان بس درجه اللون اختلفت تمام. انما في الوقت الحالي مرضيه لمعظم الافراد، مريحه للعين تمام، وفي نفس الوقت ما تحسش انها واخده مساحه تمام، ما تحسش ان هي كتلتها موجوده. انما بعد اضافه اصل اللون او تاكد اللون باصله، حد يخش لك انت عم جايب كنبه زرقاء وكنبه حمراء جنب بعض، فانت تلاقي لها بقى ثقل بصري، هتلاقي معظم الافراد ما ترضاش بيها. انما في الوضع ده معظم الافراد ممكن ترضى بيها، لان الالوان الفاتحه مرضيه لمعظم الافراد تمام. فالباستل ده اللي هو فواتح الالوان، ممكن تحط اربع الوان في غرفه واحده. دخلت غرفه الاطفال حطيت مثلا دول كده، دول ثلاثه كده، حته كده وحته كده وحته كده، ولا اي حاجه، تحفه جدا وما فيهاش اي طاقه سلبيه على الطفل ولا على الفرد اللي هيخش ولا الكلام ده كله. وبقينا نرجعها في الوقت الحالي عشان الراحه النفسيه والهدوء والكلام ده كله اللي هي بتديه. طب ايه الترابيه؟ انا بس هبسط لك حته ترابيه لانها برضو حاجتين الترابيه دي. يا اما اعتبر الفواتح بتاعت الالوان، الفواتح بتاعت الالوان المركبه دي المط منها ترابي، يعني اعتبر المط منها ترابي تمام، واعتبر اللامع منها والنص لامعه بس، يعني خليها كده
عشان تسهل على نفسك بس. فاعتبر المط شايف المط بتاع البالون ده، فالمط الطافيه دي او المطفي ده اعتبره ده تراب، تمام؟ اعتبر اللي انا اعمله بس عشان تريح بس انت من الاختيار. انما انت عندك في درجات للتراب، في درجات للتراب، بيقول لك درجات ترابيه او الوان ترابيه. الالوان الترابيه بخلاف الفواتح بتاعت الوان الدايره، تمام؟ يعني انا ممكن اعتبر لك الوان الدايره اللي هي الترابيه دي، لسه قايل لك انا المحايد ايه؟ ابيض واسود ورمادي ومن اصل المركب البني بدرجاته. فانت عندك الوان الارض او الوان التراب البني بدرجات لحد الرمل، بني بيج اوف وايت لحد الرمل، وعندك الجري وسط الجري كده ما بين الابيض والاسود، الجري في الوسط ده، فده برضو الوان التراب، تمام؟ بخلاف بقى الالوان المحايده والمركبه، انا عندي المركبات الفاتحه من الدايره، انا عايزك بس تلموها معايا، الفواتح من الدايره، من الدايره انا الفواتح في الايه؟ في المركب والمحايد اللي هو البيج اوف وايت وكريم وابيض او جري اللي هو المحايد والمركب. عندك دي مركبات الدايره، دي فواتح المركبات في الدايره، تمام؟ الفواتح دي ممكن اعتبر المط منها ترابي واللامع منها باستل، تمام؟ عشان بس ما تقعدش انت تحتار فيها. انما هي زي ما قلت لك الوان جيده جدا في الاختيار وريحه جدا للنفس والاعصاب، وزي ما انت شايف هي نفسها ولا كانها مش موجوده، كانها مش موجوده، تمام؟ طيب كده احنا وصلنا لفين؟ اه تأكدي، تأكدي لون صريح، اه بالظبط تأكدي لون يعني تجيب اصلي، مفيش اي مشكله، لانك هتعاملي الفواتح بتاعت اللون دول كانهم الوان محايده يظهر معاهم اي لون، يعني عندك حته روز، روز فاتحه جدا، لو حطيت عليها تابلو احمر هيظهر، مع ان الفاتح بتاعه ما هيظهر برضه، حطيت عليه اخضر هيظهر، اسود هيظهر، فاتح، فعايزه تأكدي حائط من الحوائط مفيش مشكله. بس انا اقول لك على توزيعه اللون تبقى عامله ازاي؟ اقول لك على التوزيعات. جه بعد كده قال لك ايه؟ الوان صناعيه والوان طبيعيه. ايه الالوان الصناعيه؟ بتخيل كده ايه الالوان الصناعيه؟ انا جبت لك سيره، لا جبت لك سيره الذهبي، الفضي، النحاسي، الميتاليك، الفسفوري، المضيئه، دي الوان صناعيه، دي كلها الوان صناعيه بيعتبروها صناعيه. فذهبي فضي نحاسي دول اصلهم، ودول اكتر شيوعا في الاستخدام، يعني دول اكتر شيوعا في الاستخدام، ذهبي فضي نحاسي وميتاليك والكلام ده كله. انما عندك الفسفوري والمضيء قليل قوي لما تخش فراغ، ممكن في غرفه اطفال تمام تلاقيها. انما الاكثر شيوعا بيكلمك على الدارج الاكثر شيوعا، فده بيفضي نحاسي. الالوان الصناعيه سلبياتها كبيره، يعني نسب توزيعها يفضل لا تتعدى ال 10 او 20%، وهتفهم يعني ايه 10 او 20% لما اكلمك على نسب التوزيع، تمام؟ يعني ممكن تبقى كورنيشه في الفراغ بتاعك ورد عليها مثلا بفريم تابلو، تمام؟ او ممكن يكون القيمه الخشبيه بتاعت الكلاسيك بتاعك، تمام؟ او فريم ريا ايا كان، كلاسيك او مودرن على فكره، يعني ممكن فريم تابلو شيك كده سيمبل وذهبي، هيبقى شكله شيك هيدي قيمه للتابلو وفي نفس الوقت الذهبي، مش شرط يبقى كلاسيك، يعني مش شرط الذهبي فضي نحاسي كلاسيك، عادي جدا ممكن مخدات ذهبي كده تدي شياكه للركنه بتاعتك، ممكن باف ذهبي في وسط الموضوع يديك شياكه برضه وشغال معاك، تمام؟ انما اعمل حيطه كبيره او حيطتين ذهبي، دي طاقه سلبيه كبيره في المكان بتاعك، ليها ثقل بصري ومعظم الافراد ما بتتقبلهاش، فهو دايما في توزيعه عايز التوزيع اللي معظم الافراد تتقبله، تمام؟ فهو بيلعب بس بالنسب بتاعت الذهبي والفضي والنحاسي دول بنسبه قليله، تمام؟ عشان تبقى مرضيه لمعظم الافراد. طيب جه بعد كده قال لك الالوان الطبيعيه. ايه الالوان الطبيعيه؟ حاول كده انت تجيب الالوان الطبيعيه. اخضر بالظبط، البني، بني بالظبط، السماء والميه فين؟ الازرق بالظبط، تمام؟ عندك البني كده بس هو يجي دلوقتي كده هو يجي. لا بعيد عن الباب بقى عشان حد يفتح تاني يروح الناحيه التانيه، بعيدها خالص عن الباب، بعيدها خالص عن الباب التاني. لو جيت تبص الالوان الطبيعيه، انت عندك الوان الطبيعيه كتير، انت لو جيت مش في ورد احمر؟ صح، مش في ورد اصفر برضو؟ عندك فراش موف مثلا، وعندك اي لو في دب الباندا ده مش ابيض اسود، دب الباندا مش ابيض اسود، بس هو مختصر لك الالوان الطبيعيه. بص كده لما تطلع الفضاء الخارجي وتبص على الكره الارضيه، الكره الارضيه دي بالنسبه له هي دي الحياه، او هي دي الطبيعه، دي الطبيعه، دي العنصر او الكوكب الوحيد، او اللي لحد دلوقتي اكتشفنا ان الكوكب الوحيد اللي هو عليه الحياه وعليه النماء وعليه الايه الكلام ده كله. فهو بيعتبر لك الوان الطبيعه الثلاثه دول، ازرق واخضر وبني، تمام؟ انت
الثلاث الوان بتوع الكره الارضيه او من فوق من الفضاء الخارجي، فهم دول ازرق وبني واخضرات، الابيض ده الانسحاب والكلام ده كله، تمام؟ فالثلاث الوان دول طاقتهم الايجابيه عاليه جدا، دول الوان الطبيعه، اخضر وازرق وبني، الوان الطبيعه. فالاخضر ده او البني او الازرق من الالوان اللي الطاقه الايجابيه بتاعتها عاليه جدا، طاقتهم السلبيه ضئيله، يعتبر عندك الاخضر ده ليس له طاقه سلبيه، ملوش طاقه سلبيه، وليس له محدوديه استخدام، ممكن تستخدمه في ايا كان الفراغ بتاعك. ما في يعني قليل قوي لما محدش يحب الاخضر غير لو انت فعلا ما بتحبوش، انما هو من الالوان الطبيعيه الجيده جدا، تمام؟ وهجيب لك سيكولوجيه اللون ده، تقول ده بيرفكت اللون ده، طبعا بدرجاته، درجاته المختلفه، عندك درجات كتير جدا من الاخضر ده، تمام؟ فليس له محدوديه استخدام، لو انت مش هتستخدمه في الشقه كلها يفضل وضعه في غرفه الاطفال، تمام؟ كلون طبيعي. عندك الازرق ملوش اي طاقه سلبيه برضه غير طاقه واحده بس، تمام؟ وهقول لك عليهم برضه طاقه واحده بس، يعني هقول لك على الايجابي كله، بس السلبي عندك مثبت للشهيه. دي ممكن تكون ايجابيه لناس وسلبيه لناس. مثبت للشهيه يعني ايه؟ يعني ايه كابت للشهيه؟ يخليك ما تاكلش بشكل شرب كده وكلام من ده. التريكواز والازرق منه. التريكواز والازرق منه. اللبني عادي. اللبني ولا اي حاجه مش موجود، تمام؟ فممكن تكون سلبيه لناس وايجابيه لناس. هتلاقي في دكاتره الرجيم والكلام ده يقول لك كل في اطباق تريكواز او كل في اطباق زرقاء. شفت في محل جنبنا هنا اسمه عمو جمبري، عمو جمبري جنبنا هنا، المحل كله ازرق، محدش بيعتبه. ليه محدش بيعتبه؟ انت تناول طعام، فعشان اتناول الطعام، عشان اجي المطعم، عشان تلفت انتباهي احمرات واورنجات، هتلاقي بيتزا كينج وماكدونالدز وكنتاكي وكوك دور وبيتزا هاتو، الكلام ده كله اورنجات واحمرات واسمرات ليه؟ عشان يلفت الانتباه ويفتح الشهيه ويخلي في عندك شغف للطعام، تمام؟ فالطاقات الايجابيه تحفه، هقوله لك مدارس برضه غرف اطفال، غرف مذاكره، مصانع، الانتاج والكلام ده كله اكلمك عليه. الارض برضه، الارض لون الارض من البني، البني بدرجاته زي ما قلت لك، تمام؟ فانت عندك الرمل والبني والصخور والجبال والتلال، والشجر نفسه لما بيكبر وجذوعه تمتد في الارض بيبقى قوي جدا ويبقى صلب وجذوعه ممتده وبيبقى بني في الاخر. فالقوه والصلابه والتحمل، والارض تشيل معاك مشاكل، تشيل معاك هموم، تشيل معاك جبال، تشيل معاك عماير، فده بينقل لك ده في الفراغ. يعني لو عملت البني ده في الارض تحفه جدا، ولو ارض وخشب تحفه اكتر، تمام؟ لو عملته في الخشب في الحوائط تغليفات خشبيه تمام، البني بدرجاته كلها، تمام؟ انما لو عندك حطين بدهان بني يعمل لك اكتئاب وحزن. فشفت اختلاف نسب التوزيع بيديلك السلبي بتاع اللون مش الايجابي. هشرح لك السيكولوجيه كلها واحده واحده. اديني عايز لك الكلام ده في سيكولوجيه اللون، بس انا قصدت برضه ايه؟ اقول لك المواضيع بتاعتهم. فاحنا كده وصلنا لايه؟ الوان اساسيه احمر اصفر ازرق، والوان فرعيه اورنج اخضر بنفسجي، والوان وسطيه اللي هو الدمج ما بين الاساسي والفرعي، والسخنه والبارده والمحايده والمركبه والطبيعيه والصناعيه. حد مش عارف حاجه بتفضل لسه بيه؟ بس الالوان الساخنه دي مثلا 6 والبارده 6. طيب بدرجاتها؟ بدرجاتها تبقى ساخنه حتى لو هديت خالص. لا هي سخنه يتقال عليها كده. هيديني الدفء والرومانس بتاع الاحمر. اوكي. انما هيهدي في السلبيه بتاعته. اوكي ايوه ايوه. ماني هيهدي في السلبيه بس بقول عليه ده لون سخن. يعني عندي مثلا ده الاحمر مثلا. ده الاحمر، جيت بقى هنا رحت لقيت ايه؟ درجات الروز والبينك والفوش بيبقى ساخنه. سخن برضه بس نسبه كل ما بفتح في درجات كل ما السلبيه بتقل. بس بيديني نفس الطاقه الايجابيه بتاعته. اللي هو برضه الروز فاتح للشاي بس مش بنسبه قويه زي الاحمر، هيبقى في نسبه الرومانس، هيبقى في نسبه الدفء، هيبقى الكلام ده. تمام؟ هيعمل لك كده، هيجيب لك بعض النماذج، زي يقول لك حاجه اسمها عائلات الالوان. ايه عائلات الالوان دي؟ طب اقول لك ان انا عندي عائله الازرق، عائله الاحمر، عائله الاصفر، عائله الاخضر. ايه عائله الازرق؟ الموف المزرق، الازرق نفسه، الاخضر المزرق او الازرق المختلف. الموف المزرق، الازرق نفسه، الاخضر المزرق او الازرق المختلف. تمام؟ عندك عائله الاحمر، الموف المحمر، الاحمر نفسه، الاورنج المحمر والاورنج. تمام؟ دي عائله الاحمر. تمام؟ عندك عائله الاخضر، الاخضر المسفر والاخضر. عائله الاصفر، اورنج مسفر واصفر. تمام؟ دي مجموعه عائلات الالوان كده، وجايب لك برده بانها عائد لك الحته بتاعت البارد والسخن، بقول لك الالوان البارده هي الالوان اللي تميل للعتامه والدكانه، وسميت بارده نظرا لارتباطها بالفضاء الخارجي والعتمه والظل وعمق البحر.